الزميل أيمن جدة، تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس في هذا الموعد هنا لحساب الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. هو يوم كبير واحتفال كبير بيوفيل وتحديدا بهويتش بارك، هذا الملعب الصغير جدا والذي يحتضن مباراة الدور الرابع لمسابقة أعرق وأمجد الكؤوس الإنجليزية ليفي كاب موسم 2017-2018. كما قلت أجواء استثنائية ويوم احتفالي كبير لأن قدوم مانشستر لا يتكرر دائما وفي كل سنة. هريرا عائدة من اللاعبين الحاضرين في وسط الميدان بينما كرة نادي إشبيلية في الدور ثمن نيي بينما لدينا كرة وفرصة روميرو في أول اختبار يتصدى لهذه الكرة. بماذا يذكركم هذا القميص؟ بماذا يذكر هنا مرفوع لكن المتابع بعد ذلك من الدفاع خطيرة روميرو الركنية وبعد ذلك الخطورة لازالت قائمة فرصة هنا وإمكانية للتسديد إلى جنب دارميان ماطا يرفع هنا المحاولة هنا فرصة بعد ذلك التدخل في نهاية المطاف سونوي وبعد الكرة إلى الكرام نعم أكد ذلك وعد بذلك جوزيه مورينيو بينما كرة ريان أكبر الشامبيونز ليج بينما كرة مرفوعة خطيرة والروميرو في المتابعة الروميرو أمام السونمي روميرو في تالي التصدي ولكن هذا سهل نسبيا مقاتل مع الكرة الماضية أليكسيس سانشيز بينما انطلاقة من أندير هيريرا يدخل أندير تاون سترفع داخل منطقة الجزاء والروميرو في مو سانشيز يلعب مباشرة لراشفورد راشفورد يدخل راشفورد والمتابعة من حارس المرمى الركنية علي الركنية لا الحكم يقول ركلة مرمى وليس ركنية أول انسداد ناجح هذا ما تروج الصحافة الإسبانية والمدريدية على الخصوص بينما لدينا كرة فرصة تحرك ممتاز وكريسياك نعم الكاب سانشيز تحركات رائعة هنا ملعوبة ناحية ماطا والتدخل بعد ذلك يبعد الكرة مباشرة تسجيل هدف أليكسيس ممكن أليكسيس سانشيز يسدد وكريسياك في المتابعة ممتازة يا أليكسيس هذه التسديدة يا أليكسيس هنا القائمة الثانية والتصدي من كريسياك تحرك ترفية الراين التدويب هذا الفارق بالنسبة لفريق مانشستر مباراة إعادة يريد حسم الأمور هنا بينما كرة مرفوعة راشفورد جيمس يسعد للتسديد جيمس روميرو إمكاني للتسديد مرة ثانية لكن الإبعاد صعوبة كبيرة في إخراج الكرة من مدافعي نادي مانشستر بينما كرة هنا تمر في الجهة اليمنى فرصة يا ماطا لفضل العودة من جديد لإخوان ماطا سانشيز إمكاني للتسديد سانشيز بقليل من التركيز كذا يفعل تشيلي بقليل من التركيز سيكون في الدور القادم بينما لدينا فرصة وكرة للراشفورد جول أخيرا يأتي الهدف لمانيو غلطة كبيرة في الدفاع وسوء تفاهم بين المدافع الأوسط وحارس المرمى كريسياك يستغل الغلطة هنا راشفورد نعم مشكل تواصل مشكل انسجام بين المدافعين وحارس المرمى كريسياك أليكسيس سانشيز فكرة ممتازة ولكن بعدما كرة لراشفورد داخل منطقة الجزاء يحاول يراوغ راشفورد يدخل راشفورد يضيع الهدف الثاني رايا راشفورد وسط مجموعة من اللاعبين يقوم بالمراوغة الأولى الثانية الله على التمريرة من جانبي روعة الأداء من أليكسيس لما يعطي التمريرات مليمترية ومشتج محوري بينما انطلاقة وفرصة من ديكسون يرفع في القائمة الثاني الراسية بعد ذلك تخرج إلى الركنية نعم علي الركنية لا الحكم يقول بين كأول ورقة هجومية يدفع بها المدرب دارين وي بينما كرة أمامية لكن المتابعة من الحارس الأرجنتيني روميرو في نهاية المطاف كرة ملعوبة عرضية ثاني فرصة يا راشفورد التسديدة من يتابع يبقى دادي مانيو والثاني بات قريبا الفرصة لازالت قائمة راشفورد يا سانشيز عنده لاعبين سانشيز يتقدم سانشيز يمرر وفرصة جول الثاني أندير هيريرا
ينجح في مدافعة الحصة مشاهدي الكرام. بعد التمريرة الذكية من أليكسيس سانشيز، التشيلي ومن حضر والإسباني ومن سجل هدف يعيد إلى الذكرى. هو مدرب الشياطين الحمر، بينما لدينا فرصة التقليص مشاكس لننسى المشاكس إريك كونتونا، تمشي كرة في الجهة اليمنى، جول جول. ماذا إسبانيا آخر يتمكن من إضافة الهدف الثالث. حبي الدوري الإنجليزي رغم من الأمور لم تحسن بعد، بينما لدينا فرصة إمكانية لمودش عندما كنت مدرب لنادي بورتو، بينما فرصة هنا عندما كنت مدرب لبورتو لا أحد كان يراين عليك ولا أحد كان يقول بأن بورتو داخل المنطقة. إمكانية للتسديد، إمكانية للتسديد، روميرو يتصدى هذه الجهة إلى اليسرى، فرصة فرصة هنا، فرصة شو غوميز بينما انطلاقة سريعة من لينغارد، لينغارد يدخل، لينغارد جول 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 جول. يوني المانيو بيد الثالث بعد عمل فردي رائع من جانب اللاعب لينغارد. خيل غوميز يمشي مرة أخرى، فرصة الرابعة، الرابع نعم يا لوكاكو، الرابع يأتي من غوليادور المانيو، الرابع يأتي من روميلو لوكاكو.